مهتمين تسيطروا على السكري، تتخلصوا من مقاومة الأنسولين، من المكملات الغذائية الضرورية جدا تاخدوها، البربرين، القرفة، الكروميوم، زيت السمك، والألفا لايبويك أسيد. ممكن تستعينوا بإحدى أو بعض من هاي المكملات حسب الحالة اللي بتعانوا منها. البربرين نبتة ضرورية جدا، تشتغل نفس شغل الميتفورمين، الدواء اللي بيعطوه لمقاومة الإنسولين والسكري. في إحدى دراسات أعطوا الناس، بعض الناس أعطوها البربرين والناس التانيين أعطوهم الميتفورمين، التنين صار عندهم نزول واضح بمعدلات ارتفاع السكر بالدم وتنظيم مقاومة الإنسولين. لكن الميتفورمين كدواء بيعمل مشاكل بالمعدة والأمعاء واللعية، وما إله فوائد صحية مثل الفوائد اللي بيعملها البربرين، زي إنه بيقلل الالتهابات بالجسم وبيدير باله على صحة الميكروبيوم، البكتيريا النافعة بمعدتنا وأمعائنا اللي هي ضرورية جدا لصحة جسمنا كله بشكل عام. فالبربرين ممكن يكون مركب أساسي وضروري في معالجة مقاومة الإنسولين، منتج طبيعي وصحي، ممكن تلاقوه على الرابط تحت اسمي على الصفحة الرئيسية، حطيت لكم روابط عشان تقرأوا كل المعلومات عن هاي المنتجات، تقدر تطلبوها من الروابط أو من أي منطقة أنتوا ساكنين فيها. محمد بيراجع عندي وزنه 140 كيلو، عنده السكر بدمه على الصيام 302، التراكمي 11، والإنسولين كان 35. بعد اتباع الخطوات المناسبة والمتابعة معي على برامج غذائية خاصة، قدر بعد 6 أشهر ينزل 25 كيلو، السكر للصيام عنده صار 95، التراكمي 5.7 والإنسولين 7، قدر يعكس الأعراض اللي كانت عنده خلال 6 شهور، نزل وزنه، قلت الالتهابات بجسمه، وقلت الشراهة على الأكل والجوع. من المكملات الغذائية اللي كان يأخذها محمد البربرين والكروميوم والقرفة، والتزم بكل التعليمات الغذائية اللي أعطيته إياها. شو عم تستنوا؟ سيطروا على السكري وسيطروا على مقاومة الإنسولين.